ذكر حجاج تونس خبر تصاعد الخلاف بين الأميرين روجار السقلي وعلي بن يحيى آل زيري. كانت العلاقات طيبة بين حاكم تونس علي بن يحيى آل زيري والأمير روجار صاحب سقلية، إلى أن تدخل روجار لصالح رافع بن مكمل دهماني الذي تمرد على علي في قابس والمهدية. وبعد تمكن الأمير علي من إخماد تمرد الدهماني جرت المراسلات بينه وبين روجار بما لم تجري العادة بينهما، فاحترز علي منه وأمر بتشديد الأسطول وإعداد العدة للقائه. فخشي روجار وتراجع عن موقفه وأرسل يتلطف لعلي ويعتذر منه.